السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبيبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم فيديو جديد ويوم جديد إن شاء الله. سنة سعيدة علينا وعليكم وعن إخواننا. اليوم عندنا بس قبل ما اليوم يكون عندنا اليوم يا إخوان لازم نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نبدأ يومنا بالصلاة على النبي. طبعا يا إخوان في اليوم عندنا فقرة صيد، أتمنى الكل يتفاعل معاه ويعطينا لايكات كثير، ولازم نوصل اشتراكات كثير لأنه مش ضايل شيء على 8000 مشترك. يعني ان شاء الله اليوم بالليل او بكره بالليل ان شاء الله راح نوصل ل 8000 مشترك، فبدنا دعمكم، بدنا اشتراكاتكم، بدنا تعملوا لنا مشاركات للحلقه هاي قد ما تقدروا. طيب شو راح نعمل اليوم يا اخوان؟ اول شيء جبنا فخارات، جبنا اربع فخارات للجواز الخشنه، اربع فخارات للجواز الخشنه. تمام، قديش حق الفخاره؟ طلعت علينا 75 قرش الفخاره الواحده. طبعا سالت، في ناس ببيع بدينار، في ناس ببيع بدينار ونص، وفي ناس ببيع ب 75 قرش، وفي ناس ببيع الثلاثة بدينار بس ما لقيتش منهم لانه بكونوا شويه من هناك، فيهم اصابات، فيهم كسر، فيهم شيء. طيب ليش انت ابو يوسف ما حط بدك تحط فخار للحمام الخشنه، او ليش انت بتحط فخار لحمامه كلها؟ بالنسبه لي القنون لو حطيت لها تنك بتهيألي انه القن راح يصغر وراح يصير الجوز مش ماخذ راحته، هذا اول شيء. ثاني شيء الاسطول منيحه، يعني في واحد من الشباب بوجه له تحيه علق لي قال لي الحمام الخشنه 70% او 90% من الشوام بيحطوا اسطول، فالحمام الخشنه او الحمام الشاميه ما راح تتعود بسهوله عن الصحون. وانا فكرت في الموضوع، فعليا انا من اول ناوي اني احط اسطول للخشنه، بس حاليا مش لاقي اسطول مميز زي ما بدي. ببيعوا اسطول عندنا في البلد لكن بدي اياه يكون مفتوح دائره وقاعد يقعد، ما بدي اياه منبطح، هذا اول شيء. طيب يا اخوان اليوم صيد اليوم شو هو؟ راح نفرجيكم اياه على الصبحيات، صدناه على الساعه وين الصبحيات؟ الساعه 2 الظهر صدنا الطير، طبعا كشميري صيدته سهله جدا، الطير شكله كان نازل عندي من الصبح وقاعد على السطح وماخذ على السطح 100% ونايم كان على السطح، فهذا اللي صار. بس صار معي شغله، انا فاقد يهودي احمر بروح افقده وارجع لكم. طيب حبايبي انا طلعت حاطه في الخم، انا مش عارف ليش ما انتبه على الموضوع. زي ما قلنا لكم الصيده يعني سهله جدا والطير اصلا مش مستاهل، ولكن صيده تعتبر. حبينا نفرجيكم كيف حبسناه حبس طبعا. طيب شو راح نعمل هسه حبايبي؟ راح نحط الفخارات هذول للجواز، وان شاء الله زي ما قلنا لكم راح لقدام نحط اسطول. اهلين اهلين، اجت الحجه شام. طبعا انا مش عارف كيف تطلع، صاير تطلع على السطح من جديد، وهاي مشكلة طلعتها على السطح اصلا. طبعا شباب عشان تكونوا عارفين هاي البنت عشان تكونوا عارفين الفتحة هاي راح اعملها بفتحها وحط فيها شبك زي ها عشان تكون مبينة والحمام ما اقدر راح يطلع. يعني اخوان هيك يعني لما تكون كمان بالذات الخشنة يعني فيها حسنة وفيها سيئة. الحسنة المميزة انه الطير طول ما هو مختفي عن الانظار بيشتغل واموره تمام، بالذات اذا كان زي ما بنحكي احنا شامي ومحتاج سطل انه عشان ما يبينن، فهاي يعني كثير منيحة. بس احنا بشكل عام برضه راح نفتحها عشان ايش؟ لما نيجي نصور عشان تكونوا شايفين، وغير هيك عشان يكون في عندهم اضاءة اكثر. يا اخوان هسه احنا راح نطعم الجواز. هذا اول شيء. ثاني شيء اقول لكم انه اصلا القن هذا ليش انا اخترته للحمام الخشنه؟ لانه عالي كثير كثير عالي وسيع كثير، يعني ارتفاعه عالي كثير وعرضه عالي يعني سيع، كمان عندك العمق تبعه كثير منيح، يعني هذا القن مميز لهم بشكل عام. خلينا نطلع من الجواز مع بعض. بابا بس يا بابا روح لك مع عجوة، هات عجوة روح هات عجوة. Thank you.
بابا. يا اخوان زي ما قلنا لكم بنعيد عليهم مرة ثانية بس مش هسا الليل. بنعيد عليهم بالاكل بس مش هسا بالليل. يعني احنا اصلا صرت انا اطعميهم ثلاث مرات لانه في حمام عندها فراخ بتجوع كثير. تمام؟ بابا الموز يا اخوان انا ايش صرت زي ما قلنا لكم بنعيد عليهم مرتين او ثلاث مرات الزيوت اللي بشوفكم جعانات كثير بنعيد عليهم العلب. حتى ندعمهم يعني لانه عندهم فراخ وحرام ما تزعجش الزيوت زي طعمه يعني. بشكل عام حبيت اني اشرح لكم زي هيك كبدايه كل يوم اذا بتحبوا بصير اطعمي لكم الحمام بدايتنا يعني بصير اطعمي لكم الحمام زي هيك يعني كل النظام من يوم وطالع الشرح زي هيك يعني فيس كام يعتبر. بابا لا العلب حبيبي فيس كام بدون شام لانه شام راح تجن يا يا بابا يا بابا يا بابا اكثر تجنني يعني خليك قاعد هان عل عني. فراح نعمل ايش نخليها فيس كام نشتغل نطعم الحمام قدامكم يعني وبنفس الوقت وانا بطعميه افرجيكم يعني زي اذا حبيتوا النظام هذا برضو عقولي اللي حب الموضوع يعلق لي لو يعني يقول لي يعني نظامك تمام مشي لي الموضوع انا معكم تمام حبايبي. بدي انصحكم نصيحه اذا عندك بنت زي شامي راح تطلعها على السطح لانه اذا تعلقت فيك مصيبه. بس ايش في يعني اخوان هذول جوز بدهم من بعض ما بعرف ليش ما بعرف شو المشكله بس يعني هم جوز على الاغلب تمام. واللي خلاني اعرف انه هذلاك جوز بعض هذلاك متوالفات مع بعض كثير منيح توالفهم فهذا بيدل انه هذلاك جوز اكيد تحت جوز يعني. كمان راح افرجيكم شغله اقول لكم انه العلاج اللي راح استمر فيه مع الجوز الانجليزيات بلش يجيب نتيجه الحمد لله وبدليل هسه بفرجيكم شغله يعني في تحسن يعني على اول يوم فرجيت لكم اياهم فيه لحد الان لهم يوم اول امبارح اليوم يعني يوم بيناتهم يومين نقول بدي افرجيكم شو صار تحسن في عين الطيره وفي عين الفحل وشوف كيف الجفن بلش يبين يا بابا إيه. طيب ماشي خليك قاعد ان شاء الله. مين شاطر؟ مين؟ اوه ما شاء الله طبعا يا اخوان عين الطيرة تحسنت بنسبة 30% 40%. شوف الجفن يا اخوان هاي الجفن قسما بالله ما فرق وانا مش مجنون اني افرق جفن طير اقديه عشان يبين جماله. ركز بجفنها كيف بلش جفنها يزبط بلش جفنها يصير تمام بلش العلاج يستجيب. طبعا يا اخوان بجيب على نكاشة بس يا بابا يا حبيبي شوي ماشي خذ هاي نكاشة جنين وزنين فزلين تمام. فهذا يا اخوان عالج الجفن شوية خلاه شوي متحسن زائد اني اعطيتهم قطرة بشرية. طيب حبايبي انا اسف بعتذر كثير عن اللي صار. طبعا انتم عارفين يعني اطفال وما بصير انه يعني انه نزعجهم او شيء فنضطر انه نراضيهم بكل شيء عندنا لانه ضل طفل
طيب نرجع لموضوعنا، خلينا امسك لكم فحل. طبعا يا اخوان الجوز شويه يعني حركيني كثير، بس راح يغلبني الفحل اتوقع. يعني كثير كثير حركين الجوز، اللهم صل على النبي، يعني يغلبوك لما تيجي تمسكهم. طبعا شام نزلناها، بس حبيبي بس الفحل تقدر تحكي 50% تحسن عينه. جفنه، شوف جفنه، شايفين الحمار بلش يبين الحمار عليه، تمام؟ شوف يعني طبعا انا ما بفرك هاي الحمار، بس ايش يا اخوان الوزنين كثير منيح للطلب. عشان تكون عارف شغلة، القشب اللي بيجي على الايدين من الشتاء او من المية او من البرد، شو اللي بشيله؟ الوزنين. الجروح الخفيفة شو اللي بشيلها؟ الوزنين. جفنه هذا بدك تتعامل معاه زي كيف بشرتك، اكثر من بشرتك. قديش بشرتك حساسة، هو جفنه حساس، لانك انت بتتعامل مع عين، مع جفن، تتعامل مع شيء مؤلم جدا. فهذا الحمد لله هي اموره تمام، الدمعة خفت بنسبة كمان 50%، أموره تمام ما شاء الله. اللهم يا رب يعني يبعد عن الأمراض وعنكم وعن أي بني آدم، اللهم آمين. تمام. طيب شو عملنا؟ عملنا الحمام صحيح؟ في عندنا الزومبي هذا ماله؟ خلت الزومبي هذا يا اخوان شوي. الزومبي شويه مش ماكل. طبعا قلنا لكم هاي الخلطه المكمله للجواز. طبعا شباب هينا كمان طولنا عند الزق قد ما بنقدر، عشان في ناس كثير بقول لي انت بتطولش عند الزق. هاي احنا حكينا لكم عند الزق واعطيناكم شويه علاجات. صحيح بدي افرجيكم الشكل كيف صار، في عيون تحسن او لا. هسه بنفرجيكم مع بعض بنشوف. مش اي جوز، بنحط لهم الخلطه هاي، بنحط للجوز اللي مستحق الدعم، يعني لانه ايش، في جوز بكونوا ملحقين على فراخهم بيقدروا يطعموا، في جوز مش ملحقين ما بيقدروش يطعموا. أكل 24 ساعة وبدل، بس أنا ما عندي جنوب. طيب خلينا نشوف الشكاله وبعديها نسكر فقرتنا. خلينا نفتح على الكش شوية، اللاعبين ما بدنا نكشهم، يعني لطار القارن بنحاول ننكشهم شوي، ولكن هم مش مجبورين إنهم يطيروا، لأنه في عندنا شوية حمام تعبان شوي، مش من إشي غلط مني أنا، لأني جوعت الحمام تقريبا زيادة عن اللزوم. في حمام كان عسل امبارح شبعتها منيح وحبستها، إن شاء الله اليوم هسه بنشوف شو كيف الأوضاع، نشوف شو بصير معنا بعد ما نشوف الشكل. طبعا يا اخوان الحمد لله في تحسن مع الشكاري، طبعا استضعاف فيه خفيف، لكن في اكل، في اكل معناته في امل ان شاء الله. طبعا مع علاج ديدان ديروا بالكم، مع اعطيناهم فلاجيل واعطيناهم مضاد حيوي، الامور ان شاء الله تحسنت. في استضعاف، الاستضعاف جاي مش معنا غير الجمعه الجايه ان شاء الله، بتكون ان شاء الله اذا في تحسن وما في عنده ديدان الطير من هذا الجمعه الجاي، بكون ما في عندنا اي استضعاف في الطيره هاي. تمام. هاي الطيره فشوف الفحل. فحل شارب مي، اموره تمام. طبعا هذول الشكال الزرق حلوات والله جميلات. طبعا ماكل ماشي حاله، استضعافه شوي
بس الحمد لله ما في رشح، ما في قحة، ما في سخونية، ما في قلاح، هذا أهم شيء. طبعاً دكتور كيف مع سخونية بدك تمسك رأس الطير هيك أو هيك تمسكه، أنا بعادتي بمسك رأس الطير هيك، بعمل زي هيك. إذا مع سخونية بعرف إنه مع سخونية، ولازم تتعلم من أساليب فحص الطير يا أخوي يا حبيبي إنه الطير كيف بنمسك. أول شيء تمسك الطير شو بتعمل فيه؟ أنا أول ما بعمل هيك، إذا شاف إنه سخون بس بداية إيش بعمل؟ بعمل زي هيك، بعصر مناخيره، لازم أعصرهم، بفتح تمه بشمها، فيها ريحة وسخ، فيها إشي، فيها زنخ، فيها إشي ببين إنه في عنده مشكلة داخلية. طيب بعدين أبو يوسف بتفقد عينيه من الدمعة، تمام؟ تمسك راسه هيك، تمام؟ مش إشي من الحكي هذا، الحمد لله أموره تمام، بتشوفه مش مستضعف، خلاص أموره تمام، طيرك تمام. فهذا هي بداية إنك تعرف طيرك تعبان مش تعبان، أو أي طير بدك تشتريه بالعالم، تمام؟ بس تعمل حركات هاي. مثلا أنت بدك تشتري طير، أنا أعلمكم هالشغلة، أنا بدي أشتري طير جديد، لأنه في ناس بيسألني كثير، أنا يعني في مليون تعليق قال لي بدي أشتري طير ومش عارف كيف أتصرف معه، كيف أعرف إنه منيح ولا لا. خلينا نفترض نجرب أدوس ثانيات، خلينا نجربها. فلنفترض إن أنا بدي أشتري، أول إشي بعمل يا إخوان، وناس كثير انتبه علي بالسوق إني شو بعمل مع الطير، هذا لابس خلخولة واحدة عشان حياها أفضل، تمام؟ ناس كثير انتبه علي في لما كنا بسوق الزرقة، قال لي أنت ليش تعمل هيك في معوال الطير وتطف عصو؟ هذا أنا بعمل هيك إخوان بشوفه إذا مرشح أو لا، تمام؟ بفتح تمه زي هيك بشوفه إذا مقولح أو لا، تمام؟ بفتحها كمان مرة أو بنفس الفتحة زي ما قلنا لكم بشم ريحة تمه. طبعا ريحة تمه لازم تكون طبيعية جدا، ما فيها أي ريحة زنخ، ما فيها أي ريحة عفن، ما فيها أي ريحة إشي. طبعا تمه لازم يكون كله منيح، ما في إشي، مش فيه أصفر، مش إشي أبيض، لازم تمه أحمر كامل، إنه هو يعني لون الجسم الطبيعي، تمام؟ عيني بفقد عيني، بمسك راسه زي هيك، مع سخونية أموره تمام، بعمل زي هيك خلاص. طبعا بداية أنت أصلا أول ما تمسك الطير بتفحص التسيير، فيش إشي من هالحكي ها، أمورك تمام 100% إن شاء الله، ما فيش إشي بطيارك. حسيت في أي مشكلة من هاي الشغلات على السريع أعرف إنه الطير تعبان، وإذا أنت بتعرفش تعالج لا تشتري، إذا ما بتعرف تعالج لا تشتري نهائي نهائي، أوعك فكر إنك تشتري. طيب حبايبي بس حبايبي إحنا بعد الفقرة هاي راح نحط لكم فقرة صيد الطير اللي صدناه اليوم، هيا على فكرة أيوة. طبعا الموالف بقدر اكشه بكره، بحطه على الطير وبكشه بكره. راح نحط لكم فقره صيد الطير وبعديها ايش؟ نحط لكم فقره الكش، خليكم معنا بنرجع لكم. رهاب هيو عند عطاره واقف، طبعا انا مترك الفراخ من الصبح، اجيت لقيته عندهم، هسه في هسه انا شايفه يعني قاعد بقدر احبسه بس مش عارف شو بدي اعمل، يعني كل ما اتحرك بنقز الطير، فشكله جوعان، بدي احاول اجيب علف، بدي احاول اجيب علف واصيده عطاره. طبعا ما عندي حدا غير بنت شام الله يخلي لكم، هي قاعد ببرم كمان، امور منيحه ان شاء الله بنضربه. بس خليكم معنا، فتحت باب الخشه بدي احاول احبسه. ايش يلا لا دب دب دب، شموس حبيبي حبيبي، يا بابا الله يرضى عليك اخوان. جان شام جننتني يعني، طبعا انا بس بديش اياه ينقص، شوفوا كيف موالف على السطح زي الحلاوه. خليني اسكر الباب، right.
اخوان. شاف شاف بابا بس كشميري. طلع كيف جناحه مبري مبري بري جناحه. طبعا صيد على الصبح سبحان الله يعني نصيبنا فيه. طبعا جناحه مبري كشميري هي يا اخوان ما شاء الله عليه. هاي ملبس حمر كمان خلص انه صاروا مبينات شايفينه. هي كشميري على الصبح. طبعا يا اخوان كاين بتنك زيت واحد رضى بربي حمام تناك زيت جديد مفتوح. ليش؟ رقبته بس يا بابا يا بابا شاف خربت الدنيا. رقبته يا اخوان صدره زيت زيت وراسه زيت كان تنك فيها زيت. سلام حبايبي. ايوه الطير كشميري حلو والله منيح بس هذا بده هسه بروك بده قصص طرمه. طبعا راح نبرك ونطلعوا مع الحمام. الطير اهبل لدرجه انه ابصر شكله له من الصبح. انا طبعا طلعت على الساعه 7 الصبح طيرت الفراخ مش طيرتهم يعني نكوستهم اعطيتهم راحتهم ونزلت. فهسه طلعت تقريبا بعد صلاه الظهر الساعه 2 تقريبا لقيته على السطح فشكله له زمان على السطح. على العموم هي الصيد الحمد لله بركه ودعي له صاحب بالرجوع يعني ما في مشكله. استنونا فترة الجواز. يعني يا اخوان هسه احنا عند عند الحمام على السطح زي ما انتم شايفين. الحمام امورها منيحة الحمد لله تحسنت لاني امبارح شبعتها. هذا النور الازرق ما شاء الله عليه يعني زقرت والله. هذا البوز الاسود اللي ظل من الخمس بواز اللي كان هذيك المرة. فسبحان الله يعني هينا بنحاول نكرش فيه كمان وشوية مغلبني بالكرش. هذا البولندي تعب امبارح من الاكل قلت اكل كان عليه بس ايش يعني شوية اموره منيحة. طبعا هو بتخوت يا اخوان هو بتخوت. هذا البغدادي اللي اخذناه من الشب على اساس انه صيد هيو قاعد بشوط اموره منيحة الحمد لله. طبعا لو بدنا نطير بدنا نشوف قديش حبة بتطير هسه. بس بس بس. شوف اغلبية الحمام طارت. طبعا ايش بعد التليين اللي عملناه معهم بعد الطير اللي طيرناهم اياه بعد ما عملنا معهم شغلات كثير. طبعا عندك المكاوي لسه مش مكروش 100% بيلوح يعتبر. شوف انا بدي البوز بس يلحق بس البوز مش ظابط. شوف الحمام ما شاء الله عليها بتطير منيح بس مش ماخذه جو بعض كمان بدكم تكونوا عارفين الشغله هاي. يعني عندك الارباش قاعد ببرم لحاله هناك شو بتهيئ له انا ما بعرف صراحه ما بعرف. هذا الارباش انا الصراحه ما بعرف شو بتهيئ له. حتى تعال على البوز المغبر طلع شو بيعمل ما بعرف. حمام مش ماخذه هوا بعض بس ايش الجو كمان مش مساعد عشان تكونوا عارفين. هذا الباكستاني هذا كمان طلع بقصع زي اخوه اللي طبعا اخوه مات ضل واحد. الاسود مات والازرق مات الطيره ماتت الزرقاء ضل واحد عندنا الفحل الله بس ينفخ بصورته ويعيش ان شاء الله. طبعا عندنا الشفر هيو ما شاء الله زقرت عليه اللي ضربناه بس بخوف يعني عشان تكونوا عارفين. هيو دب هسه الطير بخوف يعني مش هين الطير مش هين يعني مره طلعته وطار يعني اخذ الحمام وقطع. طبعا هذا ما في شيء بس ايش ما بده يطير ما بده يطير. طبعا اليوم بشبعهم كمان لانه رجعت الحمام لنشاطها اللي كسلها الحمام اللي كسل الحمام بس قعدت رمضان. اليوم عندي ضيوف يعني مضطر اصلا اسكر الحلقه بدري بدري لاني كمان طالع مشوار ويمكن يمكن ما بعرف يمكن يتاخر الفيديو الا اذا اخذت معي الراوتر يعني ونزلته وانا في الطريق. فهاي المشكله. طيب حبايبي بعدين كمان عشان تكونوا عارفين بكره ان شاء الله احتمال ننزل على سوق الزرقاء ننزل على سوق الزرقاء للطيور. فاللي بحب يكون متواجد معنا ان شاء الله اليوم احتمال كمان مش اكيد احتمال نطلع لايف يعني المساء عشان نشوف مين بحب ينزل على الزرقاء سوق الزرقاء نتلاقى هناك نتعرف على بعض ان شاء الله. يعني يكون في عندنا حلقه تواصل مع بعض انه يعني نتعرف على بعض. بمعنى في ناس حاب يجيني بس ما بيقدر وانا في ناس حاب اشوفها بس مش قادر. فعلى جميع الاحوال نتلاقى بالسوق على الاقل على الاقل بنشوف اغلب الناس اللي حابين يشوفونا. يعني زي المره اللي فاتت لقينا بعض الشباب وما شاء الله عليهم ما قصروش معنا. الشغله انه ايش نتعرف على بعض ونعرف بعض. يعني هذا البولندي اشتريته من واحد زي ما انتم عارفين وفي واحد طيار بس هيو بركته دباني بواز كمان اخذناه من واحد دباني سوري اخذناه من واحد
والبولندي هذا اخذناه من متابع، يعني الثلاثه من متابعين يعني، بس ايش الطيرين دفعنا حقهم وواحد عزنا وياه معزه يعني عشان تكونوا عارفين. هاي الطير هذا ما شاء الله عليه زقرت يعني زي الحلاوه هذا البولندي، والبولندي الثاني مش مزبوط يعني بس ايش بنكرش اخرته. هذا البغدادي او البندوق اخذناه من واحد، طبعا تشوفوا يا اخوان شبه اللي كان عندي، بس اللي عندي كان اعلى، كان اعلى واجمل يعني. هذا بدك تشبهه بهذاك والله ما بزبط، بس زقرت. شوفوا يا اخوان ما شاء الله عليه زقرت، بس عبال ما تلين طبعا مبرك من فتره هذا وطلع جديد، عبال ما تلين بس بده تليين شويه كمان عشان الطير يعطيك الانتاج الصح او الطيران الصحيح له، لانه لسه الطير ما اعطاك الصافي، الطير ما اعطاك الصافي تبعه لسه بده شوي. يعني لو تدور عليه ممكن يكون فاسد هو مع الحمام ولا لا. هاي الباكستاني الحمد لله يعني صحته منيحه يا رب، بس يا رب يعيش عندي هالباكستاني هذا، لانه صرنا جايبين اثنين ثلاث وهي ما ماتن يعني. تمام، تعي شوف البولندي الانجليزي كيف قطع حمام ابو سميح. الانجليزي بيخوف، الانجليزي بيخوف. خلينا نجربه مع ابو سميح نشوف شو بصير معنا. هاي راح مع ابو سميح الانجليزي، الانجليزي راح مع ابو سميح ماسك راس الحمام. شوفوا بخوف الطير، بس هسه بنشوف شو بصير معه. طبعا احنا ايش راح نعمل، هو شايف سطحه شايف حمامه، بنشوف يمكن ابو سميح يحطط فيه، بس اذا واعي ما بحط، اذا واعي ما بحط بطلع. هاي حمامه حطط قدامه الحمام، حطت قدامه الحمام والطير على فكره يعني مش هون. هاي غلط عليه، هاي غلط عليه. هسه بنجربه بنشوف يعني. احنا انا وابو سميح واحد يعني. نسيت احكي لكم انه كمان الطير اللي ضربناه اليوم طلع لابو سميح، يعني كنت بحكي معاه بقول لي والله مضيع ومضيع، قلت له والله هذا عندي يعني مضيع كم من حبه حرام يعني، بس طلع طيره عندي. فهينا ان شاء الله. هذا لازم بس خلي الحمام يكشف الحمام. انا من زمان قلت لكم الطير مشاوف يعني عند نواحي ابو سميح، بس هل بحط؟ والله حط 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 حط، مش واعي الطير. خليني بس خليه يطير لي اياه ونشوف شو بصير. طبعا يا اخوان هاي طيروا ونزل عندي هذا ابو سميح، هاي اللي ماسكه يكونت. طبعا هذا من قوايا لسه مش مبركه. غلط، هاي غلطته شايفين، هيو غلط غلطة، الغلطة بعشرة هاي تبعت الانجليزي الازرق هذا، غلطته بعشرة يعني غلط غلطة يعني مش عارف كيف بدي اغفر له اياه. ولكن يعتبر الطير جديد لسه ما وعيناه. انا كنت عارف انه الطير برامي في المنطقة هذيك، بضرب هناك في المنطقة، كل ما يشوف حمام هناك برامي هناك. الله اعلم انه يمكن رفصته هناك بشبع رفصة ما بنعرف، بس بالنهاية انه وعي وطلع. بس هاي غلط عليه، لازم نوعيه اكثر ان شاء الله لقدام. هذا راح اطلعه مع القوايا، بس اصبر عليه شوي لحد ما نبركه. اذا طلب بروك، انا لحد الان شايفه منيح مش طالب بروك، اذا طلب بروك بنبركه، بيطلع مع البروك اموره تمام. طبعا هي مراستي مبرك الازرق تبعنا اللي انتم عارفينه، مقصوص ديل وجناح، زي ما قلنا لكم بنبركه، بس يبرك عندي بتكون امور ان شاء الله بخير. بس يعني هذه غلطة تحتسب عليه، غلطة يعني لا تغتفر، لكن ما داموا عندنا بالحارة مش مشكلة. هاي هذا البغدادي أو البندوق، شوفوا كان فاسد طبعا لسه جناحه يا أخوان نسل، ديروا بالكم. بس أنا دائما بطلعه بس ايش يشوط، بس مش أكثر، شايفينه بطلعه يشوط لأنه يا أخوان بس ايش يحرك حاله. هذا القوي تبعنا كمان هذا راح يتبرك إن شاء الله، راح أبرك حمام كثير، بس خليني أجمع لي 15 فرخ، اطلع لي 15 فرخ ماسكات بعض ان شاء الله راح نبرك يعني ان شاء الله كمان يومين. انا قلت الجمعه، بكره الجمعه ان شاء الله، بكره بنفطم الفراخ هاي كلها. عندنا هان اربع فراخ، طبعا الكينج فطمته، انا الكينج فطمته من هان طلعته. عندنا هدول الجوز راح نفطمهم بكره، وهدول الشخاشر راح نفطمهم بكره. التكلجي لا لسه بده شوي فما راح نفطمه. على العموم حبايبي هيك وصلنا لنهاية الحلقة، بتمنى إذا عجبكم المقطع تعملوا لنا لايك، اشتراك، شير، إذا أول مرة بتشاهدنا تعمل لي اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.